وقد بلغ من الحب الرسول جعل كنبي قال أسامة وأقبي وحو كجاري أنه عثر إنو كوكو في ذات مرة مر بعتبة الباري الباب كعتبدي فشجت وحدق رمي جبهته وجيسه وصال الدم ديك أيا من جرحه كسو قبطي فأشار النبي نبي وحو أتل مامي صلوات الله وسلامه عليه لعائشة رضوان الله عليها راضيها شرع الله كرك يذهاء هاتي أن تزيل دم عن جرحه إذي كزول صديق داوي عيسى فلم تطب نفسها لذلك أرنت طيب أي أن قوي سي نفس الدائد أساء عائشة فقام إليه وحا أسو استاغي النبي نبيغا أسو استاغي صلى الله عليه وسلم نبيغا أيا أسو استاغي وجعل وحو قذقل يمص إنو روق يشجته الدقر كيسي ماشي طابع أو كييل إنو أفكيس كسو روق يأو ويمجق إسكتفا يأدم ديغا وهو يطيب خاطرته بكلمات أساق أو نبيغا كؤذيب قلنا يأو كونا جنا يكلم ذوين تفيض عذوبة وحناما كلها معان إيو حناما مركا أساق أهاتي كلمة ذوين أيو نبي وكتب قليناي تاسو وكتل ماما يئنو آد يآد وحنا نقبو عذاب إيو وناقنا ومركا أقبو وكما أحب الرسول سيدئو رسولك أجعل هذه صلوات الله عليه أصام في صغره يرانتي سفقد أحبه في شبابه شباب نمذي سنوى أجعل فلقد أهدى وحا أسو هديي نبي حكيم ابن حزام نلقه أحد الصراط أحد الصراط وصراط حلو لجينا وأشرافتا متك مذا أو قريش أيو أهاي لرسول الله رسولك أسو هديي حلة ضرب لطعة حلة أيو أسو هديي قو ثمينة أو قيمة له شراها من اليمن أو يمن كسو إيبيي من كان حكيم بن حزام يمن أيو آذي مركاسو حلك سو قدي ضرب لضو اسكو جوك وقو أهوس إيكا كر لغا قاتو كاسو ثمينة أهو قيمة بضن له وحو كسو قدي يمن بخمسين دينار ذهبا بخمسين دينار كندن دينار أو ذهب أه أيو كسو بحيي كان الذي يدن الذي يزن أيو قصقنا قو أحد ملوكهم وبقرذي يمن مدك مدأ فأبى وديدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل هديته إنه حكيم هديته كأقبله لأنه كان يومئذ مشركا ويمال انت حكيم ابن حزان مشرك أيوءها أول مصو إسلام لكن وأخذها منه بطمني العقب أغطاطي وككتي معناها النبي هديتي سوى كديدي لكن العقب أهان أيوء أغطاطي وقد لبسها النبي نبي قوحو لبستي الكريم اشرفت لها مرة واحدة هالمر هالمر ايو ولبستي او في يوم مال جمعة جمعة ايتهاي ثم كبعد خلعها وحو اسيبي على اسام ابن زيد فكان اسام يروح بها للروح جري او ويغدو لسو كله لسو عراوي جري بين اترابه دتك لفلك اهو من شبان المهاجرين والانصار شبانتي دلن يرادة رير مهاجرين اي انصار كو والله في الكاة دحدو دو ايوكون مري جيرو مرضا اوكو قادن جيري ولما بلغ اسامته اسام ابن زيد مركي او قاري اشده اذي جيسا معناها بلغ سن الرجولة وتأذي رقن مضى بدا عليه وحاكسو ظاهري من كريم الشمائل دبي عدف عفيعا وجليل الخصائل اي خسلوين اي قيب فعفيعا او ما يجعله كدكتي جديرا متكو اكيسو كسي سيادسي بحب الرسول الله رسولك جعيل كيسو اقبي صلى الله عليه وسلم اسامة فقد كان وحو النقضي ذكيا لنقمل حاد الذكاء وحقلت كيسي لقنمديسو اي اذكتها شجاعا جيسي خارق الشجاعة جيسي نمديس انولي قيد لأركين حكيما حكمة بضا يضع الأمور أمورها الدجية من مواضعها بوسسكي لوغو تلقلي عفيفا أيو نقضي نين طورصا يأنف كآنفوذ الدنايا دنبيالكي وسقضة آلفا مد مد بضنبوها مألوفا أو صوت مددك سؤوية معناها يحبه الناس ددكن أي جعليهين تقيا ألك عبس بضن
ورعا حلال ميرد بضن يحبه الله إله إنه جعليه تلمامويك أيو كسفوبي نكالطه أسام بن زيد وفي يوم أحد دقالك أحد مركي لقاري جاء أسام بن زيد أسام بن زيد أيا يمد في مع نفر أسقو جمع على السعود أو من سريان الصحابة أصحاب المهودة يريدون وحي ربين المهاس الجهاد في سبيل الله إن الجهاد كنبي قرع عن جدك ألا فأخذ الرسول رسولك منهم وحوك قاطي من أقذ أنت وكقاطي أنت بقري قاذن كرتو حوك لهد وكبح صدي ورد منهم وعليي من رد أنت وعليي لصغر أعمارهم عمريالك وذيرانت ذدرت أيوك عليي فكان في جملة المردودين كوحدي لعليي وحاكو جري أسامة بن زيد فتولى واجستي فرجع واي وعيناه انده سي الصغيرتان اير يرانا تفيضان اي كطاذنايا من الدمع الين حزنا مروب درتيد الا يجاهد تحت راية رسول الله مركو اهجرون واي امس جهادك لمع النقون واي ذاتك كل جهاد تحت راية رسول الله ايو لأوي نك لطه اسامة وفي غسوة الخندق ذولاكي خندق واحزاب جاء اسامة بن زيد ايضا هدنا واكسه قيب قلو وايمي ومعه وحال السعدي نفر كوح من فتيان الصحابة أصحاب تدل يرذي ذك مدعا وجعل وحوق ذك ليشد إنو اسكو أبكينا يقامته استاجيس إلى أعلى ميشا كوري لأنو إنو عربتي ريسانا يكور اسكو قاضي سنين وين لوغو ملايو أيو اسكو قاضي ليجيزه سوء قلاض رسول الله رسولك إلهي ليجيز معناه ليؤذن له إنو إدمو فرخ له النبي نبيك وعلى الجلع عليه الصلاة والسلام وأجازه وانا أقول عضي فحمل الصيف صيفتي أيو قاضي جهادا في سبيل الله أسقو جدك الجهاد كؤه وهو ابن خمس عشرة سنة أسقو شنئية من جرأة وفي يوم حنين ما لنتي دقالك حنين حين انهزم المسلمون مركي مسلمين تي جبين فبط أسامة واسق ناذن بن زيد كليس ايا هري مع العباس وعم الرسول رسول كاذير كيس اي وابي سفيان ابن حارث وابن عمه اي وستة نفر لحن اخرين كلي او من كرام الصحابة اصحاب تكوذ اغو كرام ضبضا كمدأ فاستطاع الرسول رسول كوحو كري عليه الصلاة والسلام بهذه الفئة كوحدة الصغيرة اير المؤمنة اي مؤمنين تا الباسلة اي جيسياشا أن يحول إنو أوريجيو هزيمة أصحابه أصحاب تيسي جبتيذ إلى النصر قول إني أسوهويان أرنتاس أيو إلهي رسول كيسي أكري أساق إيو إنتا لحنا سيدي دانين إن أصحاب تي جبتي أي قول أغسو بدلان وأن يحمي المسلمين إي إني مسلمين تي إلاليان الفارين أي كأرضي من أن يفتك بهم المسلمون المشركون إني مشركين تهاليلان مسلمين تي أرضي إني مشركين تكذب تكتي سوقتان تانويك إلاليين وفي يوم مؤتة دقال كي مؤتة وكيش لأن صامرني أبيز وكجري جاهد أسامة أسامة وكد ذالي أوحو كجهاذي تحت لواء أبيه أبيه سألن كي سهستي سوازيد ابن حارثة وسنه دأذي سنة دون وحي كيريت الثامنة عشرة عشرة سديد يتبنجر أي كيريت دأذي سفراء وحوك أركي بعينيه إنده سمسرع أبيه أبيه قيردي سيد مشريسا فلم يهن مضعيف ولم يتضعضع مدقذ المرين أهوس مدعين وإنما ظل وحوك سغنا ذي يقاتل إنو كدقى لما يتحت لواء جعفر بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب علنكي سوايا دردارنكي نبيقى أها هدي زيد للدلو جعفر علنك هقاضه هدي جعفر للدلانا عبد الله بن رواحة مرك أبي زيد مركي لدلي علنكي جعفر هوتي سكوت قالمي حتى سرعة إلا ودعي جعفرنا على مريء منه ميل وجيده إيه ومشهد ميل أسق شهد وكيهي أيو كل انتي ثم كبعد تحت اللواء عبد الله بن الرواحة علنكي سهوتي سكوت قالمي حتى لحق بساحبيه إلا لبذي سي صاحب وكتبت ابن رواحنا وزيد إيه جعفره ثم كبعد تحت لواء خالد بن وليد أي دفاع حتى استنفذ الجيش إلا عيدنك الصغيرة أي رأيك قول هلين من براثن الروم عيدنك الروم
ثم انت كبعد عادة أسامة إلى المدينة مجال المدينة وكسر نقضي محتصبا أسقو كأجل حساب صدي أباه أبيه عند الله ألا أكتي ستاركا أقسو تجي جسده الطاهرة أبيه جسد كيس الطاهرة على تقوم الشام شام ماشي دي يقبت اللي قد قال لما يقبور تيدا راكبا أسقو صارا زيد أي أسامة جواده فرسك أبيه الذي استشهد عليه وكل انتي فرسك أبيس أسارنا أي سوقاتي وفي السنة الحادية عشرة سنة كو يطبنات أي للهجرة أمر الرسول رسول كوحو أمري الكريم أي شرفت لها يتجه بتجهيزي إلو قلقاليو جيش عيدا لغزو الروم سرون دولا لوغو قاضو وجعل وحو كلام التقي أو كم أها فيه عيدا كأبا بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وأبا عبيدة بن الجراح وغيرهم غير كود أو من جلة الصحابة أصحاب الشيوخ ضاء رق أضياش معترفين تاء أي أسكرتا كجري لكن نسيب وناق وأمر على الجيش عيدا كي وحامد أحلوغا تقي أسامة بن زيد أبو بكر عمر أسكر كجران أيام مضح لوغات لغي أسام بن زيد وهو لم يجاوز العشرين بعد أسقون مركا لباتن قدبين دأبيسا وأمر وحو أمري نبيغ أيوطي الخيلة إنو عيدن كجيو تخوما ميلده وبلقا إيوه وقلعة الدارون لبضاب القريب وميل أدو من غزة من بلاد الروم بلاد روم أي أدو ذا هاي ميشا إذن كي أيو طاي نبيغي كدقا لما وفيما كان الجيش إذن كي مركي يتجهز أو ديار قروبي أي بحيطان أو دميهين مرض رسول الله رسولك الله حنون صدي صلى الله عليه وسلم ولما اشتد عليه المرض جردي مركي كأكاتي توقف الجيش إذن كي وي استاجين عن المصير عن المصير صعدك أي كاستاجين انتظارا أيقو سقايا لما تصفر عنه سيد أي نقضون تحال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيك حالدي سقال أسامة وحجر ولما تقول على نبي الله المرض نبيك مركي لوحس دي جردي أو أي كحس لاطي أقبلت عليه وانسوقع بلي دشيسا وأقبل الناس معي ذاتكنا وإلى السوق قابلين فدقلت عليه نبيغا أقلي فوجدته وحن هلي بويري قد صمت أسقو آموسي قد صمت فلا يتكلم وأن هذين من وطأة الداء عذرك عليس كيسا عذرك عليس كيسا درتيسا نبيغو أفكي سير ريبتي وأن هذين أيان أقلي فجعل وحوق ذقلي رسولك يرفع يده قعنتيس إلى السماء إرك إنو أتاقايو ثم كبعد يضعها علي وكركي أسود جناي فرتو تاغا أنو أسود لحين فعرفت وحان أقون صدي أنه يدعو لي إنو إيدعيني إنو رسولك إيدعيني أيان أقون صدي بولاي ثم ما لبث أن فارق الرسول الحياة مضاهنو فارقي أيا كدع نفتي حياتي أيو فارقي نبي قوادنتي وتمت البيعة بيعذين وحيتام النقطو لدورتي لأبي بكر فأمر وحو أمر أبي بكر بإنقاذ بعث أسامة إلا فوليو عيدا كي إجمع ذي أسامة مركا إلا فوليو في أي مركا دورتي لكن فئة طلير أو من الأنصار رير أنصارات أيا رأت وحي أركتي أن يؤخر البعث إلا أخره بعدما رسولك أردنتي إلا سكجوجي عيدا كان وطلبت وحي كعد سدين من عمر بن خطاب أن يكلمه إنو كلهضل في ذلك أرنت أبا بكر أبا بكر أتقي دين عمر وقالت له وحي كل هذي دلن يرضي أنصارته عمر فإن أبا هديئو كديدو إلا المضي إلا سعود سيما هاني فأبلغه عنا حقنا نقجر سي أي ولي أمرنا إنو أمر كينا أديبو رجلا من أقدم سنا كدأوين من أسامة أسامة نين أسامة كدأوين إنه قامنت اللو ديبو تامركا أمر أوفر هدي وكاديد إن لجوجيو عمر وابحي أبو بكر أتغي أرنتبو أشغي وما إن سمع الصديق صديق ما بدأي سننب من عمر عمر حقي رسالة الأنصاري رير مدين رسالة ذوبي حتى وثب لها إلا أكسوبوذي وكان جالسا وافديين
أبو بكر مركا وافدي هذا الكلوش يجاي مركو دقيستي واسوبوذي وأقذ وحو قبطي بلحية الفاروق عمر فاروق قركيسا وقال أبو بكر وحو يري مغضبا أسقو حناكسا فكلتك أمك وعدمتك يا ابن خطاب هو يدا هكوي سبورتهي استعمله الرسول الله رسولك الله أيام مضحكة لغي أسامة وتأمرني وحد أمري سامية أن أنزعه إلى كبدله والله لا يكون ذلك نبيك وحو أمري ما عمر إلى ذهي بدل الله كنارتي أرنتا مدعيسه ولما رجع عمر إلى الناس عمر مركو ضدك أسر نقضي سألوه عما صنع ويسؤالين هي أخبارتي لقود درم حكاك تلي فقال وحو يري أمضوا إغتقوا طي تكلتكم أمهاتكم ويوينكين هايدين واياني ويوينكين هايدين واياني إغسكت فقد لقيت وحانك لك المي ما لقيت وحانك لك المي أي أبو بكر في سبيلكم جدكين معنى دمتين من خليفة رسول الله خليفة رسول الله سوء إيسوى قليبوا لا إذنك سببتين وحل الشيء كرميه إغتك ولا منطلق الجيش إذن كي مركب بحين بقيادة قائده